ماكس، الحياة والمجتمع في أوروبا. في الاستوديو غاليا داغستاني من العاصمة الألمانية برلين. أحييكم مشاهدينا أينما كنتم إلى حلقة جديدة من يوروماكس، نبدأها بلمحة عن مواضيع اليوم. رحلة إلى إدنبرا الغنية بتراثها الأدبي. أسرار تحضير البيتزا الإيطالية التقليدية. وصور جوية رائعة لمدينة برلين. والبداية من العاصمة الإسكتلندية إدنبرا التي يتوافد إليها سنوياً حوالي 4 ملايين سائح. تشتهر إدنبرا بفعالياتها المتعددة بل أيضاً بكتابها، ففي عام 2004 اختيرت من اليونسكو لتكون أول من يحمل لقب المدينة الأدبية على مستوى العالم، ويمكن العثور على آثار الشعراء الشهيرة في كل مكان بالمدينة. إذن لنستمتع مع مشاهدينا بالتعرف على مدينة غنية بتراثها الأدبي. إدنبرا، المدينة التي ألهمت الكتاب على مدى قرون. بناياتها تطل كالقلعة على المدينة القديمة التي اعتبرتها اليونسكو تراثا عالميا. المدينة محاطة بتلال من الحجر البركاني. إدنبرا ليست عاصمة اسكتلندا فقط، بل مركزا للإبداع أيضا، ولا سيما في مجال الأدب. وهي اليوم كما في الماضي موطنا للكثير من الكتاب، ومنهم كريستين دي لوكا التي نالت جائزة كاتبة المدينة، وهي تكتب قصائد عن المدينة لتحافظ على إرثها الأدبي حيا. لدينا تقليد أدبي غني جدا في إدنبرا، فالمدينة كمتحف في الهواء الطلق، وفي هذا الفناء على سبيل المثال تجد حتى ألواح الحجر منقوشة بمقتطفات من الكتاب. فالمؤلفون قد غادروا الحياة منذ زمن، ولكن تتذكرهم عبر الشواهد كلما تمر من هنا. التقاليد الأدبية تركت بصماتها في كافة أنحاء المدينة. أحد الأيام في إدنبرا خلده هذا الشاعر في القرن 18، نصب لروبرت فاغوسون يذكر بذلك اليوم. الشاعر الذي توفي وهو شاب أثر أيضا على شاعر اسكتلندا الوطني روبرت بانس، وهو يعتبر قديسا نوعا ما ومبجلا في وطنه، وهذا ما يؤكده شكل النصب الذي صمم على الطراز اليوناني القديم. وهناك نصب تذكاري للكاتب السير والتر سكوت. روايته التاريخية إيفن هو هي واحدة من كلاسيكيات الأدب العالمية، لكن سكوت عمل في القرن 19 على جعل زي اسكتلندا أكثر شعبية. كافة العالم يعرف بالطبع هذه الرواية، جزيرة الكنز لروبرت لويس ستيفنسون، وقد أمضى الكاتب معظم طفولته في هذا البيت من الحي الجديد في إدنبرا. مرحبا بكم في بيت ستيفنسون. عاش الشاعر هنا في منتصف القرن 19، والمنزل يمتلكه حاليا فاليسيتاس وجون ماكفي، وهما يعيشان هنا، ولكنهما يؤجران أيضا غرفتين من المنزل للضيوف بانتظام. نحن نوفر لكم فرصة فريدة للعيش في المنزل الذي أمضى فيه روبرت لويس ستيفنسون طفولته، والتعرف على الأجواء التي عاش فيها أحد أشهر كتاب اسكتلندا. أجواء الأدب لا تزال حاضرة في إدنبرا. أشهر مثال على ذلك هو أن جوان رولينج كتبت المجلد الأول من سلسلة هاري بوتر في هذا المقهى على طاولة مطلة على قلعة إدنبرا. والكاتبة كريستين دي لوكا تأتي أيضا في كثير من الأحيان إلى هنا. يمكنني أن أتصورها وهي تجلس هنا وتكتب. إدنبرا مدينة صغيرة جدا وحميمة، وهي مدينة ذات وجوه عديدة ولها تاريخ عريق، ومن المثير جدا التجول هنا ومشاهدة القلعة أو في شارع رويال مايل ومشاهدة البلدة القديمة بشكل جيد. يقال إن قلعة إدنبرا ألهمت جوان رولينج فكرة مباني مدرسة السحر في كتاب هاري بوتر. في مشارف إدنبرا هناك مكان آخر يلهب مخيلة الكتاب، أطلال قلعة تانتالن التي خلدها والتر سكوت في قصيدة.
رواية روبرت لويس ستيفنسون المخطوف يدور جزء من أحداثها في جزيرة بيس روك المقابلة. بعد حلول الظلام تعج الحانات بالزوار في البلدة القديمة من مدينة أدنبرا، ويمكن أن يختار الضيوف نوعاً من بين 300 نوع من مشروب الويسكي. بعد يوم طويل تمضيه في المدينة حيث ترى المشاهد الفنية وتتجول في يوم منثر، فإنك تستمتع أخيراً بتناول هذا المشروب. الاسكتلنديون يفخرون بالويسكي الخاص بهم. الشاعر الوطني روبرت بيرنس يعتبر الويسكي أكثر من مجرد مشروب، وقال في إحدى قصائده: إن الحرية والويسكي صنوان لا يفترقان. ومن أدنبرا ننتقل إلى إسبانيا لنتعرف معا على جزيرة فورتافنتورا والتي تقع قبالة الشواطئ المغربية، وهي ليست معروفة فقط ببراكينها التي نشأت قبل ملايين السنين، بل أيضا بشواطئها الجميلة، مما يجعلها جزيرة سياحية بامتياز تستقطب سنويا محبي الرياضات المائية، حيث تقام فيها بطولات ركوب الأمواج. لنستمتع معا بهذه الرحلة الشيقة. مشهد صحراوي في وسط أوروبا، كثبان فويرتيفنتورا المتحركة تصل حتى الأطلسي وتشكل أحد أجمل شواطئ الجزيرة. أكثر من 10 كيلومترات من الرمل الناعم تجتذب قرابة 2 مليون سائح سنوياً. يعجبنا الرمل ودرجة الحرارة. مزيج رائع. رائع فعلا. هنا يرى المرء أن الطبيعة تصنع أشياء أجمل بكثير مما يصنعه الإنسان. هذا البحر وهذه المشاهد كلها أشياء أصلية وطبيعية. عندما تهب الريح يحتل محبو الرياضات المائية الشواطئ. على فويرتافنتورا تهب ريح ثابتة من الشمال، لذا تقام هنا سنويا بطولات في ركوب الأمواج. أما الشواطئ الصخرية في شمال الجزيرة فيحتلها راكبو الأمواج. هنا تتكسر الأمواج الكبيرة على نحو منتظم جداً. تعلم ركوب الأمواج ممكن في واحدة من المدارس الكثيرة هنا، على سبيل المثال في مدرسة فريش سيرف في الكوتيو. في البداية يشرح المدرب أندي كوليبيس كيف تنشأ الأمواج بارتفاعات مختلفة. Semi-diurnal tides, yeah? Equal tides. They have similar water. يتم بعدها التوجه إلى الشاطئ بقرب الكوتيو. بعد التمارين على اليابسة يصبح الأمر جدياً. محاولة أولى غير واثقة تجري في المياه الضحلة. ارتفاع الأمواج اليوم مناسب للمبتدئين. It has waves all year round. الأمواج موجودة هنا على مدار السنة. تكون الأمواج صغيرة وكبيرة وعملاقة أيضاً، ولذا نسمي المكان هنا هاواي أوروبا. نتجه الآن إلى داخل الجزيرة. الجبال الجرداء على الجزيرة الإسبانية هي براكين خامدة عمرها ملايين السنين. بين القمم توجد عاصمة الجزيرة القديمة بيتانكوريا، وهي تحمل اسم الفاتح النورماني جان دو بيتانكور. تعتبر بيتانكوريا اليوم من أجمل الأماكن على جزيرة فويرتافنتورا. تمثل بيتانكوريا الجانب الريفي والطبيعي في الجزيرة. المكان هنا ليس سياحياً وهو بعيد عن شاطئ الجزيرة وشمسها. بيتانكوريا تمثل الريف والهدوء، وهنا توجد الأطعمة والمشروبات التقليدية للجزيرة. على سبيل المثال في مزرعة كاسا سانتا ماريا التي يزيد عمرها عن 200 سنة. إلى جانب التاباس تقدم باباس أروغاداس، وهي أكلة من البطاطا والسمك مع صلصة حمراء وخضراء. كذلك تتميز الجزيرة بأطعمة تعتمد على حيوان الماعز. في بيتانكوريا تتم تربية الماعز الذي يعطي الجبن مذاقاً خاصاً. تقدم الجبنة مع الزيتون المخلل ونبيذ من جزيرة لانساروت المجاورة. تمضي بنا الرحلة بعدها إلى جنوب الجزيرة إلى منتزه حدائق الواحة، حيث تنمو 8000 شجرة نخيل و30000 شجرة صبار. المنتزه مكرس لحماية النباتات الأصلية على الجزيرة.
ثمة أنواع نادرة لا تنمو إلا على جبل معين أو في واد أو على جدار صخري، ونحن نحاول تربيتها هنا لنساهم في حماية الطبيعة. ختاماً نعود إلى البحر من جديد. الشاطئ المنحدر قرب لا باريد في الجنوب يبدو شبيهاً قليلاً بنهاية العالم، وهذا أيضاً من الأشياء التي تميز سحر جزيرة الكناري فوارتافنتورا. والآن ننتقل إلى عالم الوجبات الشهية، فمن منا لا يحب البيتزا، الوجبة الأكثر شهرة في العالم. ورغم أن طرق تحضير البيتزا تتنوع، إلا أنه يقال بأن الطريقة الأساسية لإعدادها ظهرت لأول مرة في نابولي أواخر القرن 19. إلى يومنا هذا استطاعت بيتزا نابولي أن تحافظ على مكوناتها كما كانت في الماضي. إذن لنتعرف معا على أسرار تحضير البيتزا الإيطالية. مدينة نابولي على سفح جبل فيزوف. تستقطب المدينة على البحر المتوسط جنوب إيطاليا قرابة 1,000,000 سائح سنوياً. البيتزا هي الطعام المميز فيها، وفي شارع فيا دي تريبونالي توجد أكبر تشكيلة منها، ويقال إن أفضل أنواع البيتزا تخرج من الأفران هنا. براندي هو أحد أقدم محلات البيتزا في المدينة، وحتى الآن يجري هنا تحضير البيتزا بنفس الطريقة المستخدمة منذ أكثر من 100 سنة. إنريكو بالومبو سيرينا كيفية إعداد بيتزا مارغريتا المعروفة في نابولي. يبدأ يوم عمل صانع البيتزا بزيارة لباعة الخضار المحليين، فمكونات البيتزا الأصلية في نابولي يجب أن تكون محلية بالكامل. المكونات أساسية للحصول على بيتزا جيدة، يجب أن تكون صحية وذات طعم قوي كهذه البندورة أو الريحان الطازج، مما يعطي البيتزا نكهتها الخاصة. نعود إلى محل براندي. العجين هو سر نجاح بيتزا مارغريتا، ففي آلة العجن يتم عجن الماء والملح والخميرة والطحين للحصول على كتلة متجانسة. بعدها يصنع إنريكو بالومبو كرات من العجين ويتركها لمدة 4 ساعات لتختمر جيداً. ولكن مكوناً هاماً لا يزال ناقصاً. طاب يومك، ها أنا ذا في الوقت المناسب، هذه جبنة فيور دي لاتي. مصنع الألباني المحلي سورنتينا يوصل منتجاته يومياً إلى المطعم، ولدينا اليوم جبن فيور دي لاتي، وهو جبن الموتزاريلا الطازج المصنوع من حليب البقر، كما يمكن استخدام موتزاريلا الجاموس. والآن المكونات التي توضع على العجين. بالنسبة للصلصة، تطبخ الطماطم المقشرة والمفرومة لمدة ساعة على النار، وبعدها توضع الصلصة بشكل حلزوني في وسط العجين فقط دون الأطراف، ثم ترش جبنة الموتزاريلا عليها، وأخيراً تزين البيتزا بأوراق الريحان ويضاف لها القليل من زيت الزيتون. بيتزا مارغريتا اكتسبت اسمها قبل 125 عاماً ولم تتغير مكوناتها منذ ذلك الحين. تم إعداد هذه البيتزا على شرف الملكة مارغريتا باستخدام البندورة الحمراء والجبن الأبيض والريحان الأخضر، وهي ألوان عالمنا الوطني. وأخيراً توضع البيتزا في الفرن. أهالي نابولي يخبزونها في أفران حجرية تستخدم الخشب وقوداً، وتصل درجة حرارتها إلى 500 درجة مئوية، ويجب تقليب البيتزا مراراً في الفرن كي تنضج بشكل متجانس. يستغرق الخبز من 60 إلى 90 ثانية، وبعدها يصبح طبق إيطاليا الأشهر جاهزاً. أما كيف تؤكل البيتزا بشكل صحيح، سواء بالشوكة والسكين أو باليد، كل شيء مسموح. تقليدياً يتم تناول البيرة بدل النبيذ مع بيتزا المارغريتا في نابولي، والآن شهية طيبة. يلتقط صوراً جوية رائعة لمدن مختلفة حول العالم، يتولى قيادة الطائرة بنفسه أثناء ذلك. إنه المصور روبرت جران، أصدر في العام الماضي كتاباً مصوراً بعنوان برلين ليلاً، يحتوي على أجمل المناطق والمعالم لهذه المدينة. التقينا به وتعرفنا على طريقته الفريدة في التصوير من الجو. سماء برلين هي مكان عمل روبرت جران،
الذي تخصص في التصوير من الجو ليلا ونهارا. الرجل البالغ 50 عاما يعرف العاصمة الألمانية جيدا، فهو يعمل منذ حوالي 20 عاما كمصور من الجو. أجمل شيء في هذه المهنة هو عندما تكون جالسا في قمرة الطائرة وليس فوق الغيوم مباشرة، وإلا لن نتمكن من التقاط صور جوية، ويمكن كذلك مراقبة الأرض من الأعلى ومتابعة التطور وكيف تتغير مناطق بأكملها. التحدي الأكبر بالنسبة للمصور القادم من مدينة بوتسدام هو التصوير ليلا، فقبل بضع سنوات لم يكن ممكنا التقاط هذه الصور الواضحة، لكن التقنيات الرقمية الحديثة توفر الآن صوراً عالية الجودة. معلم برليني يثير أعجاب جران بغض النظر عما إذا كان المشهد في النهار أم الليل. مكاني المفضل منذ 15 عاما هو برج التلفزيون في برلين، فالسطح الفولاذي لهذا البرج يعكس في كافة أوقات اليوم شكلا مختلفا أرضا وجوا، ويمكن أن نرى هنا شيئا من ملامح برلين في الصورة. والرائع في هذه اللقطات هو تفردها وظهورها في كل مرة بشكل جديد. إنه واحد من 35 مصورا جويا في ألمانيا، كان يحلم في صباه بأن يصبح طيارا لكنه لم يتوفق في ذلك، فتحول إلى مصور فوتوغرافي، ثم وجد وسيلة للجمع بين التصوير والطيران. التصوير كان طريقا غير مباشر للوصول إلى الطيران، إذ أن هناك معايير اختيار صارمة للغاية سابقا وحاليا، وأنا لم أوافق في الماضي، ولكن سنحت لي الفرصة الآن من خلال التصوير الفوتوغرافي، بحيث أنني أردت التخصص في التصوير من الجو، لذلك حلقت مع الكثير من الطيارين وقلت يمكنك أن تفعل ذلك بنفسك. حصل قبل 16 عاما على رخصة طيار، ومنذ ذلك الحين وهو يقود الطائرة بنفسه ويصور في آن واحد باحثا عن الزاوية المثالية. أنت تجلس على مسافة متر أو مترين من الطيار دون أن يعرف هو ما يظهر في اللحظة في عدسة الكاميرا، ولكنني وبعد أن أصبحت طيارا اكتسبت تجربة مناسبة جمعت بين المهمتين. أسس جرام في عام 99 شركته للتصوير، وهي من بين الشركات القليلة في ألمانيا المتخصصة في التصوير من الجو، وجمع في أرشيفها حوالي 200,000 صورة من الجو، ويتعامل مع الصحف والمجلات والقطاع الخاص عموماً. لا يصور فقط في برلين بل في كافة أنحاء العالم، فقد عمل في بلدان الخليج وجنوب إفريقيا مثلاً. في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا كنا الشركة الوحيدة التي عرضت صورا لملاعب كرة القدم من الجو، فقد قمنا بجولة فوق جنوب إفريقيا خلال 5 أيام، حيث كنا نحلق حوالي 8 أو 10 ساعات ونرجع مساء إلى الفندق لنبعث الصور من الكمبيوتر المحمول إلى برلين. فهذه بعض المناسبات التي نعمل فيها بشكل مكثف في بعض الأحيان. مصدر دخله الرئيسي يأتي من الصور التي يلتقطها من المنشآت المعمارية والمباني التجارية. العملاء يريدون الدعاية لعقارات من خلال الصور. مثل هذه الأعمال هي خدمات بالنسبة لروبرت جران، إذ يعتبر نفسه مصورا محترفا في المقام الأول. إنه مبدع، وكتابه المصور بعنوان الليل فوق برلين يعتبر عملا فنيا. ومن برج التلفزيون في برلين إلى برج إيفل في باريس، باريس الغنية بمعالمها التي تعتبر نتيجة لمشروع حضاري ضخم في منتصف القرن 19، حول المدينة إلى مدينة حديثة. كانت باريس لقرون عديدة مدينة مليئة بالشوارع المتعرجة والضيقة، ولكن مع ظهور مشروع هوسمان تم توسيع معالم باريس، من أهمها كاتدرائية نوتردام. إذن هيا بنا برحلة إلى باريس عاصمة الجمال والفن. رحلة على نهر السين مرورا بقصر بوربون من عام 1722 ومتحف اللوفر ومبان تاريخية أخرى. المحطة المميزة بالنسبة إلى السياح هي الاستراحة على جزيرة إيل دو لا سيتي في نهر السين وكاتدرائية نوتردام أو المرور ببرج إيفل. فن عمارة الجسور هو ما أعجبني،
تعجبني شساعة باريس. وجودي هنا يثير شجوني، فالأبنية لها تاريخ عريق. أعجبني صوت أجراس كاتدرائية نوتردام. كاتدرائية نوتردام من أهم معالم المدينة قبل برج إيفل. هذا الصرح الغوطي يزوره أكثر من 13 مليون شخص سنوياً. إنه مكان رائع جداً لا بد من مشاهدته. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'au milieu de tous les bruits de Paris, au milieu de toute cette foule, quand on entre à l'intérieur, on ressent quand même une paix intérieure. Il y a ce moment de silence. وعلى مقربة من هذا المكان تنظم أيام الأحد سوق الطيور، وهو مكان محبب للباريسيين والسياح أيضاً. لا يجوز لأصحاب هذه المهنة أن ينزعجوا، فالطيور تشعر بذلك فوراً. ما يميز باريس هي المكتبات على ضفة الصين. هنا تباع كتب قديمة ومطبوعات وبطاقات بريدية منذ عقود. ورغم أن بيع الكتب قد تراجع، إلا أن هذا البائع لا يزال متمسكاً بالبيع في الشارع. أنا مستقل هنا، وأنا الذي يحدد كل شيء، ولا أشعر بأنني مجبر على العمل. الفنانة الألمانية الفرنسية يوليا بولاك تعشق شمال باريس. هنا يسكن مهاجرون كثيرون من إفريقيا. يوليا بولاك تستلهم أفكارها من كل مكان في الحي المتنوع، ولا سيما في سوق الأسماك. الأسماك والألوان تلهمني في أعمالي، وأفكار الرسم المختلفة التي أقتبسها من الأسماك، كما أنني أحب هذه الأجواء كثيراً. فكرة الأسماك في الواقع وفي فن يوليا بولاك. أحياناً تزور حي مونمارتر، كنيسة ساكري كور على أعلى تلة في المدينة تجذب الزوار من كل أنحاء العالم. وأحد المعالم هو ساحة بلاس دو تيرتر. بحسب التاريخ، كان بيكاسو وسلفادور دالي الشخصيتين الرئيستين في مونمارتر، فقد كانا يعملان في مرسم باتو لافوار غير البعيد من هنا. ومن حينها يقصد الفنانون هذا المكان للعمل هنا وكذلك للسكن. مروراً بساحة شار دي غول وقوس النصر وشانزليزيه، نصل إلى شارع الأزياء الأنيق أفوني مونتاني. السياح يقبلون على الماركات الفاخرة كثيراً. ما يميز باريس أيضاً هي حلوى الماكارون بنكهتها المتنوعة. كثيرون من سكان باريس يختمون يومهم في حانات البيرة كحانة غران كولبير. وفي المساء يكون إقبال على المحاري والكركنت. نحن نحب هذه الأجواء الجميلة، والطعام هنا لذيذ جدا. الليالي طويلة في باريس، وفي حي مونمارتر ينجذب الناس منذ عقود إلى الاستعراضات المسرحية الشهيرة في مولان روج، وهي طريقة مبهجة لختام الرحلة إلى باريس. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من يوروماكس، الحياة والمجتمع في أوروبا، التي أتمنى أن تكون نالت إعجابكم. لمتابعة الحلقة مرة أخرى زوروا موقعنا على الإنترنت. كما يمكنكم مشاهدينا التواصل معي وإرسال مقترحاتكم عبر موقع الفيسبوك. أشكركم على كرم المتابعة. دمتم بألف ألف خير، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.